طلب قنصل سفارة كوريا الجنوبية في مصر تشاوي بيونغ سون من اتحاد الكرة إقامة معسكر لمنتخب كوريا في شهر أكتوبر ونوفمبر المقبل، وده في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر. وتتواجد كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة وتضم كل من البرتغال وغانا والأرجواي. واستقبل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم امبارح الأربع القنصل العام لسفارة كوريا الجنوبية في مصر بيونغ سون في حضور اللواء حلمي مشهور عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة. وتم التطرق خلال الجلسة إلى إنهاء الاتفاقيات الخاصة بودية منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية، وده مقرر ليه ان هي تكون يوم 14 يونيو اللي جاي. كمان تم الاتفاق بين اتحاد الكره والقنصل العام لسفاره كوريا على عمل توأمه بين الاتحادين خلال الفتره اللي جايه وتبادل الخبرات. وفي ختام الجلسه الوديه اهدى جمال علام درع الاتحاد المصري لكره القدم للقنصل العام. كمان تبادل الطرفان القميص الخاص بمنتخبي مصر وكوريا الجنوبيه. وبيختتم فريق فاركو بقيادة البرتغالي نونو الميدا مساء النهاردة الخميس تدريباته على ملعبه، وبعد كده هيعلن المدرب البرتغالي قائمة فريقه اللي هتتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق، وده استعدادا لمواجهة مصر المقصة والمقرة ليها الساعة 9 بكرة الجمعة إن شاء الله على استاد كلية الحربية. ده ضمن منافسات الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز. وعكف نونو الميدا على دراسة مباريات فريق مصر المقصة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوي قبل ملاقاته. ويحتل فاركو المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة.